ننتقل الآن لمتابعة فعاليات الاحتفال السنوي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيوم الوثيقة العربية تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين. أعمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وإنني لأنتهز هذه المناسبة كي أناشد أعضاء اللجنة التنفيذية للاستراتيجية لضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو سرعة تحقيق خطوات فعلية وملموسة في هذا الصدد من خلال اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي سيعقد غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إيمانا منا بأهمية التوثيق والوثيقة، أطلقت جامعة الدول العربية في عام 2014 مشروع التوثيق المرقمن لذاكرة جامعة الدول العربية 2020 بهدف الحفاظ على ذاكرة جامعة الدول العربية التي تمثل أحد أهم عناصر الهوية القومية العربية. ويسعدني في هذا الإطار أن يشهد هذا الاحتفال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة أرشيف المغرب لتنفيذ مجموعة من وثائقية حول الدور المهم للمملكة المغربية في مسيرة العمل العربي المشترك. تتضمن مجموعة منتقات من الوثائق الرسمية والفوتوغرافية والبريدية المحفوظة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن السلسلة التوثيقية لذاكرة الجامعة. ويسعدني أيضا أن تشهد هذه التظاهرة عرض لفيلم توثيقي قصير بعنوان القدس عاصمة فلسطين، أعدته الأمانة العامة في إطار الخطة الإعلامية الدولية للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستويين القمة والوزاري. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية على تزويد الأمانة العامة بمواد فيلمية، وإلى فريق عمل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الأسكندرية على الإخراج التنفيذي لهذا الفيلم. وختاما، وكما جرت العادة، يشرفنا في هذه التظاهرة السنوية أن نشهد تكريم مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين وكذلك بعض الشخصيات العربية، وذلك اعترافا بإنجازاتهم وإسهاماتهم الكبيرة في مجال الحفاظ على الوثيقة العربية وعلى تراثنا الوثائقي العربي. التوفيق فيما نقوم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.